السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. الفيديو ده هدية لكل بنت أو كل ست أو كل فتاة، إن كل بنت أو كل ست أو كل فتاة أثناء إجراء عملية النظافة الشخصية وإزالة الشعر واستخدام التسويت، في فئة كبيرة منهم بتعاني من الآلام والموضوع ده بيأذيها جدا. لذلك أنا جبت دواء، الدواء ده حضرتك هتدهنيه لمدة 45 دقيقة قبل عملية إزالة الشعر، بيخدر البشرة وبيخدر الجلد، منتج متفوق عن منتجات زيه كتير. يعني من الفيدباك اللي انا واخده من البيشنتس والمرضى بتوعي اللي بيقولي ان هم جربوا حاجات كتير جدا جدا جدا، مفيش غير النوع ده اللي فعلا سكن الالم واجروا عملية النظافة بارتياح جدا ومحصلش اي مشكلة. طبعا فعلا لان المنتج ده بيحتوي على اتنين مخدر موضعي، ليدوكاين وبريلوكاين. المنتج ده بريدوكاين كريم. الأنبوبة 15 جرام بريدوكاين كريم، الأنبوبة 15 جرام، إنتاج شركة جلوبال نابي المصرية الأصيلة. وهتلاقي هنا علامة الشعرة على العلبة، مميزة بعلامة الشعرة دي بالنسبة للناس البسيطة اللي بتعلم العلب بأشكال معينة، هتلاقي عليها علامة الشعرة. والأنبوبة 15 جرام سعر زهيد جدا، 13 جنيه ونص، بتحطها قبل عملية إزالة الشعر 45 دقيقة، بتدهنها كويس وبتدلكيها كويس في المكان، وبعد 45 دقيقة بحضرتك بتزيل الشعر بدون أي آلام. سحر سحر ما شاء الله. فالكريم ده هدية مني لكل فتاة ولكل ست بتعاني من الآلام أثناء عملية إزالة الشعر. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا احتجتوا أي صيدلية ولا احتجتوا أي دواء. وما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على رسول الله شفعنا. السلام عليكم.